بس اعملوا لايك وشير وسبسكرايب النهارده. شوفوا انا طلع اقول لكم حاجه مهم. انا النهارده يا شباب طالع اقول لكم خبر مهم، اللي انا كنت تعبان يا شباب، عشان كده ما كنتش بصور لكم فيديوهات غير فيديوهات العاب بس وانا قاعد، عشان يا شباب كانت رجلي مكسوره او مشروخه. وانا كنت قاعد على طول في البيت، حتى هو لسه لابس جهاز اهو يا شباب، هو ده اللي بيعملها يا شباب، ما اقدرش احركها دلوقتي، ولكن انا وقفت النهارده عشان اصور لكم الفيديو ده. طبعا يا شباب مش تنسونا بقى بلايك، بصوا شير، بصوا كده فوق وسبسكرايب يا شباب، هو عايز يوريكم بس. طبعا يا شباب بقى انزلوا بقى ادعمونا بلايك زي ما انا اهو طالع اصور لكم فيديو وانا مش قادر اقف يا شباب والله، فانزلوا دلوقتي حطوا لايك وتفعلوا معانا اشتراك كمان يا شباب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده، كل حاجه ننزلها. واحب اشكر ماما وبابا وكل اصحابي وكل اصدقائي، عشان هم اللي وقفوا جنبي وانا رجلي تعبانه ومكسوره، اخواتي ماما تعبت معايا خالص، اخواتي واخواتك واخويا حبيبي واخويا الواد الصغير ده، الواد الصغير ده شباب. فبس ودي نهاية المقطع، فاللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا سلام سلام.